تحية طيبة للجميع وأهلا وسهلا بكم. يسعدني هاليوم أن ألتقي بالأخ أميل شيفا، وهو أخصائي شؤون أسرية وعلاقات عائلية، حتى نتحدث هاليوم على بعض الأمور اللي تخص العائلة، خصوصا في ظل جائحة كورونا والتغييرات اللي صارت بالمجتمع. فأهلا وسهلا بالأستاذ أميل. أهلا بك وأهلا بالمتابعين الكرام. بصراحة أستاذ أميل، هاليوم أحب نركز على موضوع الطلبة، اليوث، الشباب اللي هم في مرحلة الدراسة، وحتى الأطفال اللي في مرحلة الدراسة. أنت تعرف كل الزين أنه توقفت المدارس لفترة معينة، صار أكو تغيير بطريقة الدليفري، طريقة التعامل ويا الدراسة، كلها صار أونلاين. أكو ناس حتى ما كان عندهم ديفايسز أو ما عندهم كمبيوترات بالبيت تخليهم يواكبون. صار أكو تأثيرات على علاقة الطالب بأهله. بعض الأهالي عندهم يسموها high expectations، إنه دائما يريدون ابنهم يكون أو بنتهم أفضل الناس بالدراسة. بس في ظل هالشكل تغييرات، شلون نقدر نحافظ على الصحة العائلية من ناحية العلاقات؟ شنو تعليقك على الموضوع هذا؟ يعني سؤال قيم، وحالياً هذا اللي نواجهه. يعني أنا مو جاي كاختصاصي، لكن جاي كأب، وعندي ابني صف 12 year 12، وهذه السنة الأخيرة. الضغوطات النفسية، هو المراهق بدون الجائحة كورونا عنده ضغوطات نفسية زادت عليها، مثل ما نقول مثلا المثل الشعبي، زاد على الطين بلة. فالوضع صعب صار على الطالب نفسه. خلينا ناخذ الطالب. إذا نجي الطالب بالمدرسة، ممكن يسأل السؤال الأستاذ ويكون برايفت، يجي الأستاذ يمه ويسأله. على حاليا لما صار أونلاين، الطالب يخجل يسأل سؤال، لأن الكل راح يسمع سؤاله، ويمكن سؤال هو يعتقد أنه سؤال سخي للبقية، يمكن يعرفه، يمكن هو سؤال صعب. فتشوفه يكون عنده تحفظ. الطالب هو أصلا ما دا يفهم المادة، وصار عليه ضغط عادي أكثر، لأنه خاف أصدقائي يضحكون عليه، لذلك راح يطلع من الصف وهو ما مفتهم الدرس، ويجي بالامتحان يرصد. الشيء الثاني، الوضع مو بس جديد على الطلاب، صار 40 سنة المدرس يدرس صبورة وكتاب ورقة وقلم. حتى على الأستاذ صار موضوع جديد، لازم يحضرها على الأونلاين، يجي يحكي ويا نفسه. يعني صعب تجي أنت من تجي تحضر مادة تحكي مع الكاميرا، متى تعرف المقابل هل ده يستوعبني أو لا، من ويايا أو لا. يعني مرات الأساتذة يستخدمون زوم، لأن أنا أحكي مع الأساتذة أيضا وصعوبات اللي يواجهوها. يعني عندهم موضوع الزوم والأونلاين موضوع كل شيء، هم عندهم أصلا قلق من هذه الناحية. فتشوف يقول مرات أنا ما أعرف إذا الطالب متابعني أو لا، أنا علي أخلص 50 دقيقة. فأكو ضغوطات. السؤال الثاني، إذا نجي عليه الضغوطات على الآباء والأمهات، كأب كأم، أنا أيضا قبل لا أدخل موضوع الطالب، أنا كإنسان أيضا دعاني من موضوع الكورونا، كأب دعاني وكأم دعاني. فأحنا عندنا مخاوفنا من المرض. هسه اللي في زمن كورونا صار، أستاذ بشار، أنت ما صرت بس أب بالبيت، صرت أب وجت لك وظيفة جديدة، مدرس أو معلم بالبيت. مو بس هاي، صار عندك وظيفة ثالثة، مراقب بالبيت، ابنك ده يدرس أو لا. وعادة أنت كأب راح تسأل هاي الأسئلة، لكن الآن عليك أن تراقب ابنك، هل هو ده يتابع، هل هو مسوي دروسه، وبنفس الوقت أنت ده تتعلمه. هذا الشيء كلش حقيقي للأمانة. أنا تجيني يعني مثلاً تليفونات بعض الأهالي أو أولياء الأمور، يقولون إحنا إيش مدري إنه دا يدرس دولا، إحنا ما نعرف، ما عندهم الثقافة بالإلكترونيات مثل الجيل الجديد. صح، ما نعرف، يكون دا يلعب يمكن، أو تكون دا تلعب، أو تكون دا تتخاطب مع شخص معين، وبعدين رأساً تطلع الشاشة مع التعليم. فصاير أكو أحياناً عدم ثقة وقلق، وبنفس الوقت الطالب أيضاً ما مرتاح. أكو بعض الطلاب دا يحسون أكو ضغط عليهم دا يصير. فبرأيك أنت لتحقيق التوازن العائلي في ظل مثل هالشكل الظروف،
ما هو المبدأ الذهبي الذي يمكن اعتماده؟ أوكي. المبدأ الأول نسميه observe، اللي هو لاحظ ابنك. يعني أنا أعرفك بشار، أنت كأصدقاء، أنا وأنت أعرفك من تكون فرحان، وأعرفك من تكون حزين، وأعرفك من تكون عندك قلق. فمن نلتقي السؤال الطبيعي راح أشوف الملامح الوجه، فأشوفك يا أما فرحان يا أما حزين يا أما قلق. هذه أخذها فرصة إنه أنا عملي يسموها connection. أحسن إحنا نسميه بالعراق سيكوتين، بس أحسن جلو يربط بين شخصين هو هي الإموشن. الإموشن جلو تربط شخصين. فأنا حتى أربط مع ابني، يكون عندي علاقة مع ابني، أن ألاحظ وأستغل ما ألاحظه. إن كان فرحان أقول له بابا اليوم فرحان، ممكن تشاركني ليش؟ أو بابا دا أشوفك اليوم أنت مو على بعضك، أكو شيء بابا يقدر يساعدك شيء؟ شو شلون صار الدخول؟ صار الدخول من الملامح اللي شفتها، فصار عندي كونكشن فيها، صار فيها تواصل. هذه أنا ما راح أدخل بالتفاصيل لأنه أكيد عندك أسئلة. فراح أول شيء ألاحظ ابني، ثاني شيء أتواصل وياه، أخذ هذه الإموشن والفيلينجز المشاعر وسيلة تواصل. الموضوع الثالث أقبل مشاعر ابني كما هي، يعني أقبلها إن كان خايف، إن كان قلق، إن كان فرحان، أقبلها بدون ما أنا أحكم أدينه. أوكي؟ الشيء الثالث الرابع واللي هو مهم، إنه مرات ابني ما يعرف إيش دا يصير بي، بس هو أكو شيء. كأب أنا المفروض أقول أحط له، يسموها ليبل، أحط له تسمية اللي الشيء دا يفكر بي أو دا يدخل بي. أقول له بابا مبين عليك أنت كلش قلقان من هاي الموضوع، شو أنا حطيت الاسم على المشاعر اللي هو يمكن ما كان دا يعرف هو قلق، بس أنا حطيتها. المرحلة الأخيرة وهذا اللي دا إحنا دا نعانيها بكورونا، المرحلة الأخيرة إنه أعلم ابني كيف حل المشكلة، هي problem solving. أقول له أوكي ابني، إن كان هذا الموضوع، دائما الأب أو الأم خليها تسأل السؤال، خلي ترمي مثل ما يقولون ارمي الطوبة بملعبة. قول له بابا أنت إيش تعتقد شنو نقدر نسوي؟ شو أنا ذبيتها إله؟ وهاي لها أسباب أيضا راح نسأل، راح نحكي عنها. إحنا كآباء في زمن كورونا إيش دا نصير؟ دا ألاحظ ابني، دا أروح أسوي له problem solving. فلذلك تشوف المشكلة هسه بالبيت شنو، يقول لك انت ما تفهمني، انت ما تسمعني، لا انا سمعتك والدليل حليت لك الموضوع. هو يريد يقول انت ما تشعر بما اشعر انا به. نعم. حضرتك اب لطالب في صف 12، وهذه مرحلة جدا حرجة، مرحلة تحديد المصير. بصراحة اكو طلاب يعانون حاليا من ضغط نفسي كلش كبير. صح. يقولون احنا مثلا طريقة الدراسة اونلاين خلتنا نحط under pressure، ما نعرف احنا ايش راح يكون طبيعة الامتحانات، طبيعة الاجوبة. توقعات اهالينا كانت انه مثلا راح ندخل جامعات من تخصصات معينة، صاير اكو ضغط نفسي كلش على الطلاب. نصيحة للاباء والامهات من اب لطالب بصف 12 وبنفس الوقت متخصص في شؤون الاسرة، ايش تقدر تقدم لمتابعينا الكرام؟ ممتاز. سؤال هذا اللي نواجه احنا حاليا، سؤال يومي تقريبا، خاصة احنا مراحل الأخيرة في الامتحانات. بعد شهرين او بعد شهر راح يكون امتحانات المراحل المنتهية اللي هي 12. الطالب نفسه خطية، ما يعرف ايش يسوي، خايف، ما يعرف ايش راح يصير، ما يعرف شلون راح تكون الامتحانات، السوشيال ديستانس، شلون راح يقعد بالامتحان، شلون راح يروح للامتحان. هذه الضغوطات النفسية راح تأثر سلبا على الطالب. كأب انا راح اتأثر بهذه الظروف، لان انا ايضا عندي امال وطموح، خاصة احنا المهاجرين. يعني تشوف لغة المهاجر، الأب المهاجر، الأم المهاجرة، لما تريد تأنب ابنها وتشعره بالذنب، وهذا خطأ طبعا، يقول لك احنا ليش تركنا بلدنا ويجينا غير على مودكم؟ فهذا بدل ما انا اخفف عليه حمل، انا ضفت عليه حمل ثاني. شوف الطالب محتاج الفرصة، محتاج راحة. من الـ اعتذر اذا استخدم هذه التسمية، من الغباء ان اضغط على ابني اني اقرا 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 حتى هو راح يتعب. فمن يتعب المخ ما راح يستوعب بعد. كل ما يكون هو مبسوط وفرحان حتى لو 5 دقائق يقرا، كانه قرا 10 ساعات. ممتاز. بصراحة هذه اشياء يعني يمكن الشخص العادي ما يدركها، بس حضرتك لانه انت دارس هذا الموضوع تقدر تنبه الاهالي
أو نبهتهم حاليا بين الفرق إنه أنت تشجع الطالب وأن تحاول توفر له فرص للإبداع، والفرق الثاني إنه أنت تحط ضغط نفسي وتحمله شيء فوق طاقته من آمال قد يمكن الطالب أو الطالبة غير معدين أن يشيلوا مثل هذا الحمل. بالفعل لحد سنة 1990 بداية التسعينيات كان يعتقد بالمخ إنه هو الذكاء الأكاديمي هو سبب النجاح، وبعدين إنه ما تعب مخك، لأن إذا تعب مخك يخرب. حاليا وصلوا إنه كل ما تعب مخك كل ما يتجدد المخ، يعني شغل مخك أكثر يرجع شباب أكثر، إذا ما تشغله راح يتأثر ويصير عند التلف. هذه من جانب. من الجانب الثاني حاليا بعد يسموها emotional intelligence اللي هو الذكاء الاجتماعي، حاليا اكتشفوا من خلال الذكاء الاجتماعي يلاحظون طفل عمره 4 سنوات يقول لك من يصير 32 سنة هذا راح يكون عنده خريج جامعة، راح يكون مستقر، راح يكون عنده وظيفة مستقرة، راح يكون أب لأسرة سليمة. نحن عندنا في هذا البلد اكو دورات تاهيليه للاباء، وانت واحد من الناس اللي مهتم بهذا المجال، ودائما انت تدعونا احنا الاختصاصيين في هذا المجال حتى نلقي محاضرات للاباء والامهات، وهذا هو طريقه التعلم. اذا الرعايه يا اما انا اعمل مثل ما عمل بابا وماما، او انا عندي اباء وامهات يجون يقولوا لا 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 ما اريد اكون مثل ماما، ماما كانت قاسيه علينا، ما اريد اكون قاسيه على اولادي. أو يقول لك بابا كان قاسي علي، ما أريد أكون قاسي على أولادي. أو العكس، بابا ما كان قاسي علينا فتربينا إحنا، جاي أريد أكون قاسي شوي عليهم حتى يتربون. اثنيناتهم غلط. مو كل اللي سووا غلط، مو كل اللي سووا صح، ومو كل اللي موجود صح، مو كل اللي موجود غلط. فراح أخذ عن طريق التعلم، الدراسة. حاليا عندنا الإنترنت، من 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 فوائد الإنترنت هاي المكتبة الضخمة اللي أنت دا تشوفها، بدل ما أشيلها وياك وتحطها هنا، أنا ممكن بزر واحد، بدل ما أتصفح أي وين الموضوع، بزر واحد تطلع لي كل الكتب اللي تهتم بالموضوع. فكآباء احنا ما لنا عذر حاليا. بابا وماما كان عندهم عذر، لان حتى يقرا موضوع لازم يروح للمكتبة المركزية، لازم سرى الى ان يوصل يشوف الكتاب واحد ثاني مستعيره، فلازم ينتظر شهر حتى يرجع الكتاب حتى يجي هو يستعيره. حاليا احنا بالبيت المكتبة موجودة. وهذا يدفعنا الى انه لازم ندرك طرق التعلم تغيرت، واولادنا او بناتنا ممكن ما يكون عندهم ذكاء اكاديمي بس ممكن عندهم ذكاء اجتماعي. دورنا احنا ان نكتشف نقاط القوة في اهتماماتهم، وان نساعدهم ان يتوجهون بهذا الاتجاه حتى يقدرون يكونون عناصر فعالة بالمجتمع. كيف نلاحظ اولادنا؟ عن طريق صرف الوقت معهم. فباللغة اليونانية كلمة المعرفة تختلف. انا اعرفك معرفة عقلية، يعني انا اعرفك انت مهتم بهذا المجال، أعرف المعرفة الاختبارية، أنا أعرف أولادي معرفة اختبارية لأن أنا عايش معهم، أنا أعرف زوجتي من تزعل، أعرف زوجتي من تفرح، أعرف زوجتي من تبكي، أعرف زوجتي من تكون قلق، أعرف زوجتي، بس ما أعرفك أنت، أنا ما شايفك من تكون عصبي، صح؟ ولا أنت شايفني من أكون أنا عصبي، من يسألوك تعرف أمي يقول إيه أعرف أمي، بس أنت شايفني أنا عصبي؟ ما شايفني، فأنت ما تعرفني 100%، حتى تعرفني لازم تصرف وقت معايا، هذا اللي احنا نريده. الأب والأم لازم يصرفون وقت مع أولادهم، ومن خلال صرف الوقت أنا راح أعرف ميوله ومشاعره ورغباته وشطارته وفهمه الأكاديمي. وهذه خاتمة جميلة جدا لهذا اللقاء، وهي أن نقضي وقت نوعي وممتع مع أولادنا حتى نتعرف على شخصياتهم وعلى ميولهم واهتماماتهم. شكرا جزيلا أستاذ أميل على وجودك ويانا في هذه الحلقة. شكرا لكم أيضا.